مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفي في هذه الفقرة هو الأستاذ علاء الحلواني، رئيس قسم الأحزاب السياسية في جريدة المسائية اليومية، وإحنا هنتكلم عن الأحزاب السياسية في مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يا فندم، لو اتكلمنا على الأحزاب السياسية في مصر هنلاقي إنها بدأت منذ وقت قديم جدا، وبعدين حصل لها مجموعة انتكاسات وعودات مرة أخرى، وصولا للمرحلة اللي احنا فيها بعد 25 يناير لما أصبح عندنا عدد كبير جدا من الأحزاب السياسية المصرية. خلينا نقيم بوجه عام كده مبدئيا الأحزاب السياسية في عصر الملك مثلا، ومع ظهورها المتتوالي وبعد 25 يناير، هل هذه الأحزاب في أي مرحلة من المراحل التف حولها الناس وكانت فعلا معبرة عن أمالهم وطموحهم وكانت قادرة تجيب لهم حقهم ولا لا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم أما نتكلم عن الأحزاب السياسية في مصر، مرت الأحزاب السياسية في مصر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي كانت قبل ثورة 25، قبل ثورة 23 يوليو، كانت فيها الأحزاب شهدت أعظم فتراتها في تاريخ مصر، كانت في فترة ثلاثينيات وأربعينيات حتى نهاية فترة الأربعينيات. كان في تداول حقيقي للسلطة ولا كان بس في أحزاب كبيرة بينها بيتم توزيع الأوراق ومجموعة أخرى من الأحزاب الصغيرة غير المؤثرة؟ الأحزاب السياسية في الفترة ديت كانت بتتميز بتداول السلطة ما بين ثلاث أو أربع أحزاب بالكثير. كان دايما نبص تلاقي بس كان في أحزاب غيرها. لا، كان موجود. ما كان موجود في البداية، كانت أول الأحزاب اللي تأسست كان الحزب الوطني اللي هو أسسه الزعيم مصطفى كامل، بعد كده جه حزب الوفد، بعد كده الأحرار الدستوريين، بعد كده حزب مصر الفتاة، مجموعة من الأحزاب، بعد كده جه السعديين. الأحزاب كلها كانت متداولة، وكانت الحكومات كانت بتتغير قبل الثورة يعني بمعدل 6 شهور كانت، والحزب اللي بيكسب الانتخابات ممكن ان هو في خلال فترة وجيزة تسحب الثقة منه ويعاد تشكيل حكومة من جديد بعد انتخابات برلمانية جديدة. بالإضافة بس كان في الوقت ده كانت برضو مرينا بعدة مراحل كانت دساتير اللي هي كانت موجودة، سواء دستور 23 أو 36، كانت دساتير مختلفة. فبعضها كان بيمكن الملك من حل البرلمان ويعيد الانتخابات مرة أخرى أو يشكلها من خلال بعض الائتلافات الحزبية، إلى أن قامت ثورة يوليو وعطل الرئيس جمال عبد الناصر الزعيم الراحل، عطل قيام الأحزاب بسبب انتشار الإقطاع والفساد في أواخر فترة الأربعينيات إلى بداية إلى أوائل فترة الخمسينيات اللي هي فترة قبل ثورة 23 يوليو. ثم بعد ذلك قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأسيس الاتحاد الاشتراكي وأصبحنا كحزب أوحد إلى أن تطورت الأمور وأصبحت داخل الحزب داخل الاتحاد الاشتراكي قاموا بتأسيس منابر المنابر المعارضة يعني علشان ما يبقاش الحزب الواحد، لكن كلها في النهاية كانت بتصب على طيار واحد أو الحزب الواحد أو اللي هو الاتحاد الاشتراكي. ثم جاء الرئيس السادات أعاد كافة الأحزاب اللي كانت موجودة باستثناء حزب الوفد حتى رحيل الرئيس السادات. أعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أعاد حزب الوفد للحياة السياسية. وكانت خلال هذه الفترة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات حتى نهاية الحقبة الأولى من 2000 اللي هي في مرحلة العشرينيات، في مرحلة القرن الواحد وعشرين، كان عندنا في الفترة دي حوالي 25 حزب. الأحزاب دي ده كلها قبل 25 يناير قبل كان في مصر 25 حزب. قبل 25 يناير كانوا 25 حزب. كانت بتتركز قوتهم ما بين الحزب الوطني طبعا للأغلبية، الحزب الوطني المنحل كان هو له الأغلبية، بعده جاء حزب وكان ينافسه من بعيد أو على استحياء حزب الوفد، وبعض الأحوال كانت التجمع في بعض الأماكن اللي ليها تواجد عمالي كبير.
التجمع والناصري على استحياء من بعيد، بالإضافة لحزب العمل كان بيتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وحصلوا في برلماني في البرلمان 84 و87 على نسبة كبيرة من 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 مقاعد البرلمان، وكان في اجتياح لعدد من النقابات أيضا. كان هم في الفترة دي فعلا كانوا متخصصين حزبيا، بس جماعة الإخوان انتشرت في النقابات بداية من 1990، بدأت تأخذ مجرى آخر وتركز على الانتخابات في النقابات بالذات، زي المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين اللي هي النقابات المهنية أكثر من العمالية. كانت جماعة الإخوان كانت بتسيطر عليها، وكانت لها سياسة واستراتيجية واضحة في الوقت ديت، كانت بتركز على إن هي تبقى لها الأغلبية في العضوية دون التطرق لمقعد النقيب، حتى لا تؤاخذ وحتى لا تلتفت إليها القوى السياسية الموجودة أو النظام الموجود في ذلك الوقت. حتى أصبح قامت ثورة، يعني كانت بتتحرك في الظل، كانت بتتحرك في الظل للسيطرة العددية وليس القيادية. ده تمام، ده أكيد. ما كانت أهم حاجة إن هي كانت في إطار الاستراتيجية اللي هي كانت بتقوم عليها، إن هي تبدأ تؤسس قواعدها داخل النقابات وداخل المجالس المحلية على استحياء بسيط، لحد ما تمكنت في برلمان 2005 إن هي تحصل على 88 مقعد أو 88 مقعد. حتى قامت ثورة 25 يناير وتغيرت طبعا زي ما احنا عارفون الحياة السياسية تماما في مصر، حتى وصل عدد الأحزاب التي أشهرت حتى وقتنا هذا لما يقرب من 85 حزب سياسي، معظمها كلها أحزاب يا إما قائمة على الصبغة العائلية أو على الأصدقاء وأهل الثقة، باستثناء برضو حوالي 10 أحزاب لديها برامج ولديها أيديولوجيات ديمقراطية في تداول السلطة بينها، وإن كان تأثيرها في الشارع غير موجود في الوقت ده. يعني أعتقد كمان في الفترة اللي جاية، في السنوات اللي جاية ديت، هيزيد عدد الأحزاب أكثر من ذلك، نتيجة للتيسيرات اللي هيقرها قانون الأحزاب بعد إقرار البرلمان في الفترة اللي جاية. هو آخر قانون الأحزاب كان مشترط ايه علشان يقوم حزب سياسي جديد؟ القانون الاخير واللي هو اللي بيحكم الاحزاب السياسيه في الوقت الحالي هو بيشترط لاشهار الحزب 5000 عضويه، 5000 عضو طبعا، بالاضافه لبقيه الشروط انه ما يكونش على ومقرات في اكثر من مكان يعني كانت بتبقى 10، يعني يتم اشهار الحزب ب 5000 عضو، بشرط ان يكون لكل شرطه ان يكونوا من 10 محافظات، ويكون في المحافظه على الاقل 300 عضو. كانت يعني هذا الشرط ليس بصعب، لكن استطاع من خلاله عدد كبير من الاحزاب التاسيس زي ما قلنا انهم وصلوا ل 85 حزب في الفتره الاخيره، لكنه كان يعني امر صعب بالنسبه للشباب والقوى الثوريه والحركات اللي هي قامت اصلا في اللي هي عملت 25 اللي عملت الثوره. بما اننا طرحنا هذا الموضوع، ايه هي المشكله الأحزاب السياسية المصرية اللي وصل عددها 85 اللي خلت الناس تلتفت أكتر أو خلت التواجد أكثر عمقا للائتلافات والحركات الشعبية؟ والله لأن الأحزاب السياسية في مصر عموما في الفترة الأخيرة قامت زي ما قلت لحضرتك على يعني أساس يا إما أساس عائلي، تلاقي حضرتك رئيس الحزب والأمين العام ونواب الرئيس والهيئة العليا، ممكن تلاقي في أحزاب كتيرة جدا تلاقيها من عيلة واحدة. بالإضافة للشيء الثاني برضو، بعض الأحزاب قائمة على أهل الثقة والمصالح والأصدقاء، شلة واحدة وأيمين على شلة واحدة. بالإضافة ده يعني ده كمان ده 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 في مشكلة كبيرة جدا اللي هو التكلفة الباهظة بتاعة تكوين الأحزاب، تكلفة تكوين الأحزاب تكلفة باهظة بتتعدى في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير من 3 ل 5 مليون علشان إن أنا أكون حزب، لأن إحنا عندنا ثقافة غريبة جدا ظهرت في مصر إن مفيش حد عايز ينضم الأحزاب، ومفيش أي طرف من أطراف الشارع أو الراغبين في السياسة الانضمام للأحزاب، فيقوم من يريد أن يؤسس حزبا بشراء التوكيلات.
شراء التوكيلات بالاضافه دي بالاضافه للنشر في الصحف برضو دي تكلفته عاليه بتتعدى في اغلب الاحيان ال 200,000 جنيه عشان لازم من شروط تاسيس في الاحزاب ان النشر في جريدتين مصريتين على الاقل. هذا الزخم من الاحزاب يعني بعتبر ان هو شيء طبيعي. يعني اذا ضربنا مثال الثوره لما قامت الثوره في رومانيا تم تاسيس تم انشاء اكثر من 600 حزب الموجود منها حاليا 6 احزاب على الساحه. فاعتقد ان هو العدد كبير من الاحزاب اللي قامت مره واحده هيتصفى بقى طبقا للوجود حقيقي في الشارع المصري. ده اكيد خاصه بعد ما المجلس العسكري اللي كان الذي حكم بعد ثوره 25 يناير قرر الغاء الدعم الموجه للاحزاب. فاصبح هنا اي حزب ملوش اي اساس ولا اي حاجه غير اذا كان يقوم عليه رجل اعمال يصرف عليه. كان بيعاب على الاحزاب وكان بيعاب ايضا على المرشحين المختلفين في الانتخابات ايا كانت التيار اللي بينتموا اليه انه برامجهم الانتخابيه فضفاضه وبعدين كلها شبه بعضيها. تمام. هل ده ما زالت الصوره اللي موجود عليها الاحزاب ومرشحينها ولا لا؟ ده بالتاكيد حضرتك لمست جانب مهم جدا. يعني هقول لحضرتك كل بيتكلم على العداله كل بيتكلم على ال 85 حزب الموجودين على الساحه السياسيه حتى غير الاحزاب اللي هي لسه قايمه تحت التاسيس البرامج تكون متشابهه بنسبه 90% ما عدا بقى في الاختلافات الجوهريه اللي هي اذا كان حزب ديني او حزب ليبرالي او يسار او كده. دي الاختلافات البسيطه الجوهريه. انما كافه برامج الاحزاب متشابهه بنسبه 90% ومنقوله صوره بالكربون من البرنامج من برنامج الحزب الوطني. احنا مش كنا قلنا قبل كده انه كان في نوع من انواع الاعتراض على قيام احزاب دينيه في مصر؟ والله مجموعه الاحزاب ذات الصبغه الدينيه عندنا جت منين؟ والله ده طبعا يعني الاحزاب الدينيه فعلا محظوره في مصر مش بعد ثوره 25 يناير فقط لكن من قبل كده. لكن الابواب الخلفيه دائما ما تفتح التحايل بيتم. يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا النهارده حزب الحريه والعداله كانوا بيحاولوا ضم بعض الاخوه الاقباط لادويه الحزب حتى ان نائب رئيس حزب الحريه والعداله دكتور رفيق حبيب على كان نائب رئيس حزب الحريه والعداله. نفس الشيء بالنسبه لحزب النور وبقيه الاحزاب الاخرى. نفس الشيء في بعض ظهر بعض الاحزاب المسيحيه حزب الحياه وكم حزب اخر كده برضه نفس القصه كانوا بيضموا مسلمين. فالقصه كلها مش ازاي ان انا اسس حزب ديني ولا لا. القصه كلها وطالما البرنامج ده زي ده ما تقدرش تعرف وبعدين الاعضاء مسلمين ومسيحيين خلاص وبعدين البرامج اثبت بقى البرامج المشكله كمان ان هي البرامج عندنا يعني من السهل ان انا ابقى احط برنامج معين واللي في دماغي فكر معين تاني خلاص هطبقه يعني القصه صعب السيطره عليها. ما فيهاش شفافيه. لا ما فيهاش شفافيه ما فيهاش التزام ولا فيهاش محاسبه ولا هنقدر يعني حتى يعني هقول لحضرتك حاجه يعني انا يعني في بعد 25 يناير ما اترفضش ولا حزب كون حصل على الخمس تلاف عضوية غير حزب غير باستثناء بعض الأحزاب الشيعة. يعني حزب واحد اللي تم رفضه لأنه كان بينتمي للجانب الشيعي. هسأل حضرتك سؤال تاني. اتفضل. بعد 25 يناير زاد عدد الأحزاب. تمام. لو افترضنا أنه كان في مشكلة في الأحزاب الكبرى اللي كانت موجودة قبل ثورة يناير اللي هي 25 حزب منعتها من أنها تكون موجودة بشكل حقيقي في الشارع، الأحزاب اللي طلعت بعد 25 يناير ليه برضو؟ يعني على اعتبار لو كانت الأولى فكرها قديم، طب الجديدة ما طلعتش فكر جديد ليه؟ والله احنا عندنا مشكلة في بعض الأحزاب الكبرى القديمة زي حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري. دي الأحزاب اللي كانت لها قوة قبل ثورة 25 يناير، لكن للأسف الشديد إن حتى في أوج قوتها ما كانش قوة كافية. للأسف الشديد إن كانت بقى يعني بعض قيادات هذه الأحزاب استمرت كثيرا في مواقعها، لم تطور، لم تنزل للشارع، كل برامجها كانت ورقية فقط، لا تنفذ منها أي شيء.
وان هم استكانوا لسيطره واغلبيه الحزب الوطني والنظام الاسبق في الوقت ده، وما حدش منهم حاول ان هو يعني يقوم باي ثوره او بيقوم او يطالب باي او يطالب باي باي تعديلات، الى ان جاءت المفاجاه الكبرى للجميع من خلال شباب وشباب 25 يناير الذين احدثوا تغييرا كبيرا في السياسه المصريه في الوقت ده. في الفتره اللي تالت 25 يناير بقى ظهرت احزاب جديده بالاضافه لحزبين النور والحريه والعداله وتاثيرهما الكبير الموجود في الشارع. حزب زي حزب الدستور، وكنا كلنا مع البدايه متوقعين انه يعني هيبقى واحد من اساطير الساحه السياسيه المصريه. للاسف الشديد سقط. ايه اللي بيخلي الاحزاب تتساقط؟ ايه اللي بيخلي البدايات المبشره تتساقط؟ للاسف الشديد احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ان حزب الدستور كلنا كنا بنقول ان كنا بنامل ان هو يعني هيبقى بديل استراتيجي للمعارضه. نفس ما حدث قبل ذلك في الغد مثلا، نفس ما حدث في الجبهه، كان مجموعه من الاسامي اللي ليها احترام مجتمعي، الاسامي السياسيه ليها احترام مجتمعي عميق في عدد كبير ما تبقت شبعيه، ومع ذلك هو الصراع على السلطة، الصراع على المواقع الحزبية فقط هو الذي يجعل الأحزاب تنتهي قبل أن تبدأ. شفنا حزب الدستور زي ما حضرتك تفضلت وذكرت وقلنا أن حزب الدستور كلنا كنا بنأمل فيه أن هو هيكون يعني مع حزب الوفد من الأحزاب القديمة أن هو هيكون ظهير قوي ضد أو ينافس الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب النور وحزب الحرية والعدالة. لكن للأسف الشديد الصراع في السلطة فيه بدأ مبكرا جدا. كنا بنشوف اي انتخابات داخليه للحزب، يعني اعتقد كان في نادي القاهره في مره وهم بينتخبوا يعملوا انتخابات امانه القاهره وامانه الجيزه، يعني وصل التنافس فيها على المواقع الحزبيه لحد معركه قاموا خلالها باتلاف نادي القاهره بالكامل. نفس الامر، لكن هناك بعض الاحزاب يعني ممكن ان هو كل مستقبل زي في المصريين الاحرار، في المصر الديمقراطي، في عدد من الاحزاب اللي طالعه قريب حزب مؤتمر برضو نفس القصة. يا رب أي حد بس للأسف يكون الشديد صلب بالقدر الكافي أنه يشكل معارضة حقيقية للأسف الشديد تضيف للوطن. للأسف الشديد بقى عندهم نقطة أن هي برضو صراع على السلطة، بالإضافة أن معظم هذه الأحزاب لا يريد أن ينزل للشارع زي جماعة الإخوان ما بتعمل، أو زي حزب النور ما بيعمل، هم بينزلوا أصحاب يخط بيضاء عايزين يقعدوا في المكاتب فقط، مش عايزين ينزلوا في الشارع. لازم كل حزب يبقى فيه أصحاب يخط بيضاء، يبقى فيه ناس قادرين على الشغل بايديهم، التخاطب مع الجماهير من خلال طبعاً. الشارع. انما النهارده كل الاحزاب النهارده بتقتصر على عده اشياء: مقر، صحيفه، شقه سواء بالايجار او تمليك فقط، ليس هناك اكثر من ذلك. مجموعه من الندوات لو ربنا اكرم وسمحت الميزانيه، نظرا لانه تمويل الاحزاب من الخارج ممنوع. تمام. والاحزاب المصريه المفروض انها بتمول ب تبرعات الاعضاء من خلال اشتراكات الاعضاء واشتراكاتهم، وما ينفعش يعملوا اي نشاط، ياخدوا اي مساعدات، ما ينفعش ياخدوا اي نوع من انواع الاعمال التجاريه او التي قد تدر ربحا، ما ينفعش حتى انه الجريده يبقى فيها اعلانات تقريبا قالوا. لا ينفع، لا ما هي القصه الجورنال بيبقى منفصل عن الحزب تماما، والاعلانات دي بتبقى شيء خاص بالصحف وبالمجلات، مالهاش دعوه. لا بتصب في الحزب، ما هي مورد من موارد الحزب. لكن المشكله عندنا حتى لو الاحزاب عملت جرايد ما بتستطيعش الانفاق عليها لاكثر من عام، يعني موظف، لان كمان الصحفيين فيها طبعا في عدد من الاسماء اللامعه في الجرايد الحزبيه، لكن بوكن عام ما ينفعش الجريده كلها تقوم على اسمين ثلاثه وللاسف الشديد كمان لا بيبقى في مشكله بتواجه هذه الاحزاب في الجرايد بتاعتها، ان هو التمويل محدود فما بتقومش المنافسه، بالاضافه يعني ما اكاد يعني يكاد الحاجه المنتظمه الوحيده هو جورنال جريده الوفد الصادره عن حزب الوفد فقط. اذا حضرتك بتقول ان مشكله الاحزاب في مصر فقط الصراع على تداول السلطه، ما فيش اي معوقات اخرى؟ لا، هو الصراع على تداول السلطه داخل الحزب، داخل الحزب، بالاضافه لعدم رغبه قيادات الاحزاب نفسها في تطوير ادائها. يعني النهارده ما فيش حزب بينزل يعمل مبادرات ولا لقاءات مع الشارع ولا بينظم اي خدمات عامه للمواطنين. زمان كانت الاحزاب يعني كانت الاحزاب بتنزل للشارع، بتشارك في عمليات النظافه، بتشارك في عمليات البناء، بتقوم بتشجير الطرق في القرى وفي المدن وفي كل مكان. طرحت الموضوع، اتفضل. زمان كان الحزب الوطني يقول لك
بكارنيه الحزب الوطني تقدر تاخد شقه في اسكان الشباب، في مش عارفه ايه، في فرصه عمل ايه، في نادي شباب المستقبل، في يعني اي مجموعه كبيره من التسهيلات كانت خاصه بشباب الحزب الوطني. لما جه حزب الحريه والعداله اصبح حزب الحريه والعداله بيوزع انابيب البوتاجاز، بيدخل الكهرباء للشوارع، وايضا بيدخل غاز طبيعي للشوارع وما الى ذلك. هل ده وظيفه الاحزاب ولا وظيفه الدوله؟ وهو المفروض الحزب اساسا دوره ايه علشان يبقى فعلا متواصل مع الناس ويبقى له ثقل حقيقي يخليه ينزل الانتخابات ويكسب فيها بشكل محترم ويقدر ان هو يشارك في عمليه سياسيه سليمه ويبقى في تداول سلطه؟ ده سببه عندنا سبب هام وجوهري جدا، ان انا عندي دايما في الفترات دي بيبقى عند الحزب الاوحد. مفيش منافس قوي مثلا ايام الحزب الوطني كان 80 90% 99% في بعض الاحوال، زي البرلمان اخر برلمان 2010 كانت الحزب الوطني كان له الاغلبيه. كان نفس الموضوع، نفس القصه كان لحزب الحريه والعداله، وان كانت اغلبيته اقل بكثير لكنه استاثر بكل شيء. يعني اذا كانت الخدمات غير مطروحه للاحزاب السياسيه الاخرى. ليه ده سببه يعود كمان لشيء اخر، ان انا ضعف الحكومات اللي موجوده عندنا بتبقى حكومات ضعيفة، رئيس الحكومة بيبقى منتمي طبعا لرئيس الجمهورية وللحزب اللي هو بيحكم في الفترة ديت، فبيسلم مقاليد أموره الحكومة ورئيسها بيسلموا مقاليد أمورهم تماما للحزب الحاكم، خوفا من الإطاحة بيه في أقرب تعديل وزاري. وإحنا شايفين إن 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 الدكتور هشام قنديل كان مجرد يعني سكرتير لأعضاء الحزب، لأعضاء حزب الحرية والعدالة، لا يتعدى دوره أكثر من ذلك. وما والأشياء اللي نتجت عنه والسلبيات اللي نتجت عنه في الفترة القليلة اللي هم حكموا فيها خلال العامين سواء في البرلمان أو سواء فترة الرئيس المعزول، كانت يعني تجاوزت السلبيات في الفترة دي خطايا وسلبيات الحزب الوطني في 30 سنة. برضو أحزاب المرحلة الحالية تعمل إيه عشان تبقى أحزاب بجد مؤثرة، بجد محركة للأمور وللشارع، وقادرة على الدعم أو المعارضة أو تحريك الجماهير بوكين عام؟ نمرة واحد أو رقم واحد النزول للشارع، مخاطبة المواطنين بلغتهم. يعني أنا عندي في الصعيد محتاج لغة غير اللي موجودة في القاهرة، غير اللي موجودة في وجه بحري، وده السبب في تكوين أمانات للأحزاب في المناطق البعيدة عن القاهرة. كل محافظة يبقى فيها كذا أمانة بعدد مختلف علشان كل أمين يقدر يعامل الناس الموجودين في الأمانة بتاعته. تمام. ال 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 النقطة الثالثة والمهمة جدا، تنفيذ البرامج اللي جاءت في عند إشارة اللي هي طبقها الحزب، اللي وعد الحزب بتنفيذها أثناء تأسيسه. البرامج دي كلها زي ما قلت، البرامج كلها شبه بعض. ما للاسف الشديد ما هي مش مشكله، يعني انا انفذ ما هي البرامج ما هي كلنا طبعا ان احنا عايزين الصالح، ما هي يعني العداله الاجتماعيه والعيش والحريه. الفكره انه ما بيبقاش البرنامج فيه اليات تنفيذه، لا اليات ولا تنفيذه. فتره زمنيه تقول لك انا هنفذ هذا الموضوع في فتره زمنيه دي، ده ما بيبقاش موجود. ما هو ده مش موجود لعده اسباب. اسباب هامه هي ايه؟ الاسباب ان كل الاحزاب بتستكين للواقع اللي هي عايشه فيه وتبحث عن مصالح شخصية فقط، إضافة لقيام هذه الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة لحصول أعضائها. يعني حضرتك بقى خلي النقطة دي مهمة جدا، لحصول أعضائها على أكبر قدر من المكاسب. ده شفناه في الحزب الوطني، شفناه في الحرية والعدالة بس بأوسع وفي فترة أقل من اللي كانت موجودة في الحزب الوطني. جزء للأسف يعني واضح من السادة في الأحزاب السياسية الأخرى باستثناء طبعا الوطني وباستثناء الحرية والعدالة، برضو عندهم نفس الآمال الخاصة بالسفر والمكاسب الشخصية. ده حاجة فعلا ما بتتغيرش. احنا شفنا في الفترات السابقة بعد 25 يناير كنا بنشوف رموز كبيرة جدا بتنادي بالحرية وبالطالب بالعدالة وبالشفافية. اول ما كله يعني شفنا بعضهم اول ما جلس ساعة وقت جلوسه على الكرسي تغير كل شيء، تغيرت المفاهيم، تغيرت الافكار، كل شيء اصبح للنقيض تماما. فعلشان كده لابد ان احنا نتعامل، الاحزاب تتعامل بموضوعيه شديده مع الشعب، ان يكون الاحزاب لابد من توحيد هذه الاحزاب الصغيره في احزاب كبيره حتى نستطيع ايجاد
قوى سياسية تعبر عن الشارع في كل دول العالم الموجودة النهاردة اللي وصلت ديمقراطياتها لمراحل متقدمة. ثلاث أو أربع أحزاب بالأكثر، شوف حتى إسرائيل حزبين أو ثلاثة، أمريكا نفس القصة، إنجلترا نفس القصة، فرنسا، ألمانيا، كل القصة دي موجودة فيها ما عدا عندنا في مصر، أو على الأقل ائتلافات بين مجموعة من الأحزاب يعني هو المشكلة بينها ما يربط. المشكلة بس هو إحنا عندنا في نقطة كبيرة، نقطة مهمة جدا في الائتلافات، بيحصل تحالفات زي مثلا آخرها جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ كانت تحالفات أحزاب هي تم تأسيسها علشان يعني بوجه عام تتميز بأنها ليبرالية. لا ليبرالية بس كان فيها يسار، كان فيها كان فيها نصريين، كان فيها ليبراليين، كان فيها اشتراكيين، كان فيها حاجات كتيرة جدا مختلفة. عشان كده أول ما فكرة الانتخابات البرلمانية قدمت وانتهينا من عصر الإخوان تفككت هذه الجبهة سريعا. يعني حضرتك فعلا مع ما قاله الأستاذ سيد البدوي رئيس حزب الوفد من أنه خلاص ما فيش سبب لوجود جبهة الإنقاذ، خاصة وأن نظام الإخوان سقط. لأن هو كمان انفرط عقدها قبل الدكتور سيد البدوي وما يعلن عن كده، انفرط عقدها لأن الأحزاب اليسار والأحزاب النصرية والتيار الشعبي أعلنوا عن جبهة جديدة لدخول الانتخابات البرلمانية مع بعض الحركات الشبابية مثل تنسيقية الثورة وتمرد، أعلنوا عن انضمام جبهة جديدة، فما كانش فيه داعي بقى بقت الأحزاب الأحزاب اللي بقيت في الجبهة أحزاب قليلة منها الوفد والمصريين الأحرار والمصر الديمقراطي وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكانت وظهر خلاف بين هذه الأحزاب على نسب الترشيح في مجلس الشعب، وخاصة المشكلة هتختلف كثيرا جدا بعد قرارات الكوت لا كمان لا بعد بعد إقرار قانون الانتخابات، وفي الغالب هو هيبقى التلتين يعني حسب التلتين والتلت التلتين فرد والتلت قائمة عكس ما كان في عصر الإخوان أو في بعد ثورة 25 يناير. بس هنا في مشكلة إن أنا عندي في الوقت ده إن القائمة هتبقى في داخل المحافظة كلها، يعني مثلا القاهرة كلها اللي هي فيها مثلا 25 دايره القاهره او 26 دايره هتبقى في القائمه، هتبقى محافظه واحده، هتبقى دايره واحده. طب هو ينفع الكلام ده؟ ما هو طبعا يعني بقى هي الافضل في الفتره ديت ان هي الانتخابات تكون فرديه. حتى ليه؟ لان يعني حضرتك متذكر طبعا انتخابات الشورى لما تم توسيع اطار اللجان الانتخابيه لتشمل منطقه جغرافيه اوسع حصل مشاكل. بتبقى صعبه جدا على يعني ما فيش مرشح يقدر ان هو يلف الدايره او يقدر يخاطب اهل الدايره. المرشح اللي معاه فلوس المرشح او المدعوم عصبيه هو اللي يقدر يعمل ده، انما المرشح اللي جاي على مقوداته الشخصيه ده اللي مش معاه فلوس ولا معاه للاسف الشديد للاسف الشديد خلاص. للاسف حتى لو كان الشديد افضل او اكفأ هي اللي يستفيد من القصه دي الطائرات الدينيه بالاضافه برضه رجال الاعمال. نعم ورجال الاعمال طبعا، بس هي المشكله صعبه جدا في الوقت الحالي. طبعا القوى السياسيه الموجوده على الساحه حاليا لديها هاجس خوف من الاحزاب التيار الديني، فهي مش عارفه لحد دلوقتي تعملها قائمه تعملها فردي، وحتى الدستور حتى ما قدروش يستقروا على 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 امر هذا في الدستور. طيب. مما أحلوه رئيس الجمهورية بعد كده والمحكمة الدستورية العليا. دعوة إعادة هيكلة الأحزاب السياسية المصرية ممكن لو حصلت دلوقتي تلحق تعمل أي حاجة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة؟ والله أعتقد يعني ولا هي دعاوى لأنه ناس تانيين عايزين نفس المقاعد مش عشان التغيير الحقيقي؟ والله هي القصة كلها أعتقد أن هي صعبة في الفترة القصيرة جدا في الوقت الحالي، يعني لا يستطيع أي حزب مهما عدلت فيه ومهما غيرت من أفكاره أو أيديولوجياته القصة دي لن نستطيع من خلالها إنشاء أحزاب. طيب. قوية خلال فترة قصيرة. لو قلنا تداول آمن للسلطة، يعني احنا عندنا حاليا تداول امن للسلطه كلمه مش مطلوبه داخل الاحزاب. داخل الاحزاب ممكن، بس هي المشكله انا بتكلم بشكل واضح داخل الاحزاب ان القيادات الاكبر سنا تنضم لمجلس حكماء وتسمح يعني بقيادات اقل شويه. هو الكلام ده يمكن انا طلبت بيه في برنامجكم قبل كده، ان انا كل الشخصيات وكل القيادات اللي هي يعني بقى لها 30 40 سنه بتشارك لا زالت موجوده، اعتقد ان هي انا في احزاب عملت كده فعلا. انا لها الوقت، انا لا يعني انا وقتها ان تستريح وتترك الفرصه للاجيال الجديده، الاجيال اللي تقدر تتطور في 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 طريقه عمل الاحزاب وتتفاعل مع الشارع في الفتره اللي جايه. لكن للاسف الشديد
التحديد كل من قيادات هذه الأحزاب متمسك بالكرسي أكثر من اللازم. بس حصل فيها هذا التبادل يعني حصل باستثناء يعني هقول لحضرتك خد الرأس اللي حصل في الحكاية. هقول لحضرتك حاجة مثلا حزب الجبهة الديمقراطية عندما قام برئاسته الدكتور أسامة الغزالي حرب ووعد فعلا أنه هو هيبقى هيسيب حزب الجبهة الديمقراطية هيتنحى تماما عن رئاسته، تركوا سنة واحدة حصلت انتخابات وجي رئيس جي شخص آخر مكانه، ثم فجأة ترشح مرة أخرى لرئاسة حزب الجبهة الديمقراطية. لكنني يعني أشيد به في, في, في نقطة مهمة جدا أنه هو قام بالتحالف مع حزب المصريين الأحرار لتقوية كيان حزب جديد، وإن كانت يعني 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 الأمثلة بسيطة جدا في 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 فترات في هذه الفترات، لكنني أطالب كافة الأحزاب التي تتشابه برامجها، النقطة دي مهمة جدا، التي تتشابه برامجها اللي عندها أرضية مشتركة البرامج زي الأحزاب اليسار مثلا زي الأحزاب النصرية. يعني النهاردة من حوالي أربع ده الفكر القومي من أربع شهور تقريبا طرحت الأحزاب اليسار أو الأحزاب النصرية بالتحديد الحزب النصري وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الوفاق القومي أعلنوا أن هم اندمجوا تحت قيادة حزب واحد، لكن في النهاية تبخر الكلام في لحظة تماما بسبب الخلاف على مقعد الرئيس ومقاعد الهيئة العليا لكل حزب والمكتب السياسي، وعادوا تماما. وإن كانوا هم يعني إيه أوجدوا صيغة تحالف مشترك بينهم في الانتخابات البرلمانية، إنما كحزب للأسف الشديد لا. بس ينبغي هنا ان احنا برضو بنشير للحركات بقى اللي انت حضرتك قلت عليها يعني الحركات بقى يعني احنا شفنا مثلا ايه بعض الحركات الثورية قامت بدأت تطل علينا يعني من جديد زي شباب الثورة وتلفات شباب الثورة، هي طبعا قامت حركات بسبب عدم قدرتها على تكوين احزاب. يعني لحد النهاردة ما فيش حزب شبابي واحد في مصر تم تكوينه، انما ما فيش موارد مالية كفاية، ما فيش موارد مالية يعني موارد مالية وصعوبات كتيرة بتواجه الشباب. لكن الظاهرة البارزة اللي هي كانت ظهرت بعد ثورة 25 يناير هي تكوين أو إنشاء التيار الشعبي. التيار الشعبي تم تكوينه، انضم له عدد كبير جدا من المحافظات، وإن كان الأمر بعد يعني تقلص بعد الشيء في الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو، لكن هو في الفترة ديت يعني أعتقد إن في بصيص من الأمل في حالة واحدة فقط، أن يضع الجميع مصلحة الوطن في مقدمة كل الاعتبارات، وأن تتخلى القيادات القديمة في هذه الأحزاب عن الدور اللي هي تقوم به، وتكون بمثابة زعماء زعيم الحزب مناصب شرفية، وتترك الفرصة للأجيال الصاعدة شباب قادر على العمل. أستاذ علاء الحلواني رئيس قسم الأحزاب السياسية بجريدة المساء اليومية، حضرتك نورتنا يا فندم. الله يخليك فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من حلقات بيت العيلة. مصر بيتنا كلنا، لازم كلنا نحاول ان احنا نجعلها مكان افضل. اذا كانت الاحزاب السياسيه بحاجه للمزيد من الدعم او تنظيف البيت الداخلي او انها تعيد الهيكله، دي حاجات ما ينفعش حد يفرض عليكم من الخارج، انتم لازم تعملوها حفاظا على مصلحه الوطن وليس لتحقيق مناصب اخرى يترتب عليها مكاسب. شكرا لكم، على اللقاء في حلقه اخرى من بيت العيله.